فريق فاركو حقق الفوز امبارح على فريق حرس الحدود بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت على استاد اسكندرية في إطار ختام الأسبوع الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز. سجل هدف المباراة الوحيد أحمد شريف في الدقيقة 92 بعد ما استغل خطأ مدافع الحرس. ونروح للنادي الأهلي اللي بيستعد بقوة لمباراة السوبر، وخاض الفريق تدريبه الأول في الإمارات على ملعب العين علشان طبعاً يستعد للقاء المرتقب قدام فريق نادي الزمالك على استاد هزاع بن زايد. ومن ناحية تانية عقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة فنية مع اللعيبة قبل ما يخوضوا فقرات التدريبات البدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، وبعدها أدت اللعيبة تدريبات خططية ثم تقسيمة كرة قوية. أما فريق نادي الزمالك فبيستعد هو كمان للمباراة بشكل قوي، وبيدرس البرتغالي فريرا المدير الفني للفريق العودة للاعتماد على الثنائي محمد أشرف رؤى وإمام عاشور في نص الملعب خلال مواجهة الأهلي في مباراة السوبر، وده لأن فريرا عاوز يأمن نص الملعب، خصوصا أنه شايف أن إمام ورؤى بينهم نوع من التفاهم وعندهم إجادة قوية للجوانب الدفاعية والهجومية. منتخب مصر للكرة الشاطئية حقق الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 5-4، وبكده بيتأهل المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية في موزمبيق. بالنتيجة دي اتأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية، والمباراة النهائية هتتلعب بين منتخبنا الوطني ومنتخب السنغال اللي اتأهل هو كمان في النهائي بعد فوزه امبارح على المنتخب الموزمبيقي. ونروح لنتائج مباريات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا. وفريق ليفربول الإنجليزي فاز على أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي اتلعبت ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وسجل أهداف ليفر نجمنا الدولي المصري محمد صلاح ودراوين نونيز وهارفي إليوت في الدقيقة 42 و49 و52 على التوالي، وبكده اتأهل رسميا نادي ليفربول للدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. فريق بايرن ميونخ الألماني فاز على فريق برشلونة الإسباني بنتيجة 3-0، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا. وعزز بايرن ميونخ صدارته للمجموعة في دوري الأبطال برصيد 15 نقطة، ووقف رصيد برشلونة عند 4 نقط في المركز الثالث. وتعادل توتنهام الإنجليزي مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 1-1، وده في اللقاء اللي جمعهم على ملعب توتنهام الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وفي نفس المجموعة فاز كمان إنتراخت فرانكفورت الألماني على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1. بالنتيجة دي توتنهام تصدر ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية منافسات الجولة الخامسة برصيد 8 نقط، سبورتنج لشبونة برصيد 7 نقط، وإنتراخت فرانكفورت في الترتيب الثالث بنفس عدد النقط، وأخيرا مارسيليا برصيد 6 نقط. كمان اتعادل فريق أتلتيكو مدريد الأسباني مع فريق باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 2-2، وده في المباراة اللي اتلعبت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. بكده أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقط، بفرق نقطة واحدة بس عن باير ليفركوزن صاحب المركز الرابع والأخير بأربع نقط، وبالنتيجة دي بيودع الفريق الإسباني بطولة دوري الأبطال. كمان اتأهل انتر ميلان الإيطالي لدور 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق فيكتوريا بيلزن التشيكي بنتيجة 4-0، وده في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا. خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.